بمشاركتي 45 عارضاً افتتح بازار عيد الفصح المجيد الذي أقيم على مسرح كاتدرائية أنّا بلياس للروم الأرثوذكس في حلب. هذا المعرض دخلنا عليه تقريباً من 6 سنين. كانت الفكرة هو بلقاء العائلات ذات الدخل المحدود يلي ممكن تطلع بمنتجات منزلية. فبلشنا من 6 سنين بهذا اللقاء دورياً قبل كل عيد، فصار في عنا وصلنا لمرحلة عنا موسمين من المعرض، موسم على العيد الصغير وموسم على العيد الكبير. المعرض تضمن منتجات يدوية الصنع من حلويات العيد والشوكولا والألبسة ومواد التجميل والزينة، إضافة إلى المنظفات ومواد التعقيم. بالنسبة لهدف المعرض إنه هو يحتوي الناس اللي ما بتقدر تفتح محلات وتشتغل فيها، بتشتغل بالبيت بمختلف الصناعات اليدوية، ممكن يكون مأكولات، ممكن يكون نباتات. ونشكر ربنا عم بيلاقي إقبال حلو، وعدد المشاركين تقريباً 45 مشارك ومشاركة دايما بيكونوا معنا، وطبعا في ناس جدد عم تتعرف علينا وبتجي بتحط طاولات عنا، ونشكر الله الوضع ممتاز رغم هاي الظروف الصعبة. بتمنى السنة الجاي تكون الأوضاع أحسن من هيك والمشاركين أكثر بكتير يا رب. هي مشاركتنا ثالث سنة لنا منشارك، طبعا هديك السنة بسبب ظروف كورونا ما قدرنا نكون موجودين. طاولتنا هي منتجات الأخوة بمساعدتهم اللي عندهم ذوي احتياجات خاصة أو أهاليهم أو الأصدقاء، وطبعا هو بيرجع نراجع كل شيء للنشاطات ودعم للأشياء اللي بنعملهم اياها يعني خلال الصيف وخلال السنة. طبعا هالسنة نوعنا شوي بمنتوجاتنا أكثر، في عنا الزرعات هيك الشتلات الصغيرة، الصبارات، الأوليفيرا، منه عملنا لهم هيك مثل توعية شوي للأخوة إنه على النباتات وعلى البيئة. هي مشاركتنا الثانية بمعرض نابلياس، والحمد لله المشاركة فعالة والحضور رائع الحمد لله. بشتغل بالحلويات، عملت دورة حلويات كله شغل ايدي، حلويات، شوكولا، شيء بخص العيد، عيد الفصح. هي تاني مرة بشترك بالمعرض. هذه المعارض تهدف إلى إتاحة الفرصة للمشاركين لعرض منتجاتهم كونهم لا يملكون محلات خاصة بهم، وتعريف الناس بالمنتجات الوطنية ودعم الصناعات اليدوية.